شهدت مياه البندقية عملية تنظيف شاملة. نفذ العملية مجموعة من الغواصين في 6 ساعات كاملة. نجح الغواصون في استخراج عدد كبير من الإطارات والهواتف المحمولة والحبال وجذوع الأشجار وبعض القطع المعدنية وغيرها. تأتي المهمة في محاولة للحفاظ على البيئة المميزة للمدينة وإبقائها على قدر توقعات الزبار من جميع أنحاء العالم.